تليفونك يرن يطلب بياناتك يزن اوعى تلوك شوك سوك بلوك تحديث بيانات ده بلاش حوارات ارقام حسابات نصب وحركات هات اسم البنك دي مكالمة في شنك افتح لي اللينك هموت من الضحك قال ايه قال ايه ميل بنك البي قال ايه قال ايه عايز بياناتي ده فاكرني قال قال علنياتي شك سك بلوك 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 شك سك بلوك 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 الرقم السري ازاي ما هو سري العرض ده مغري شكلك مش دغري ابعت لي الكود طلبك مرفوض بنشط كارت لا اريح نفسي قال ايه قال ايه ميل بنك البي قال ايه قال ايه عايز بياناتي ده فاكرني قال قال علنياتي شك سك بلوك 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 شك سك بلوك 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 حساباتك وفلوسك انت تعبت فيها لازم تحافظ عليها اوعى تدي لأي حد أرقام بطاقتك البنكية وتاريخ انتهائها رمز التحقق الثلاثة أرقام المدونة على ظهر بطاقتك البنكية الرقم السري المتغير المرسل في رسالة على تليفونك الرقم السري الخاص ببطاقتك البنكية كود تفعيل الخدمات البنكية الإلكترونية أي لينك مجهول المصدر لأن البنك عمره ما هيسألك أو يطلب تحديث بياناتك إلا في الفرع حملة التوعية للحفاظ على سرية معلوماتك البنكية احمي أموالك ما تشاركش بياناتك مبادرة اتحاد بنوك مصر